مختلف الثقافات كاين بزاف ديال الاساطير اللي كيتداولوها الناس وديما كيكونوا مربوطين بالشر. بحال في المغرب عندنا بغلة القبور وعيشة قنديشة اللي كانوا معروفين بانهم كيأديو الناس والهدف ديالهم انه يصفوها لفئه معينه من المجتمع. ولكن في الحلقه ديال اليوم عندنا اسطوره كوريه، وهاد المره الاسطوره الهدف ديالها ماشي ضد البشر، ولكن لمشي تحت عاود تلشي حد عليها غتولي ارعب وأسوأ من أي أسطورة مرعبة عرفتيها من قبل. هاد الأسطورة المرعبة غتخليك تعود تفكر قبل ما تمشي للسرير ديالك وتنعس وانت كتبكي. فشنا هي القصة ديال أسطورة الملكة سوهو اللي ماتت مظلومة، وكيفاش تولت روح انتقامية كدور من منزل لمنزل باحثة على ضحية جديدة، وشنو وقع للناس الكوريين اللي تلاقاو معاها وشاركوا قصتهم مع الناس وخا هي قالت لهم ما تقولوها لتا شي واحد. هاد الاسئله وغيرها غنجاوبوا عليها في هاد الفيديو وغنعاود لكم القصه كامله. فقبل ما نبداو، الا كان كيعجبكم هاد النوع تاع المحتوى وبغيتوني نكمل في سلسله الاساطير الكوريه، ما تنساوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه، واهم حاجه انكم تفعلوا الجرس باش انفو نحط اي قصه تشوفوها نتوما الاولين. ودابا يلا نبداو. في بلاد كوريا القديمه في الزمن البعيد كانت كتحكم المملكه ملكه جميله وحكيمه سميتها سوهو. هاد الملكه كانت معروفه في البلاد ديالها بالعدل والرحمه، وهاد الشيء خلاها محبوبه عند الشعب. الملكه سوهو كانت كتسير المملكه ديالها بيد من حديد ولكن بقلب من حرير. كانت ديما كتخدم باش تضمن بان كاع الناس في المملكه كيعيشوا في سلام وعدل، واهم حاجه ما يكونش الظلم. كان القصر ديالها كيضرب به المثل في الفخامه والجمال. سوهو كانت ديما كتحرص باش تكون قريبه من الناس او من الشعب، كتسمع المشاكل ديالهم وكتحاول تلقى الحلول لكل واحد فيهم. هاد الشيء خلاها تربح حب الشعب، وكل واحد في المملكه كان كيدعي ليها بالخير والبركه. لكن حتى وهي ملكه عادله كان في المملكه ديالها ناس خبيثين وما كيحملوهاش واشرار كيحقدوا عليها وعلى النجاح ديالها، وبالخصوص وزير خبيث سميتو جونغ. هاد الوزير كانت كتغلي فيه الغيره حيت كان باغي هو اللي يحكم المملكه، ولكن الشعب ما كانش باغي حتى يسمع عليه شي حاجه حيت كان معروف بالكذب وبالخيانه. جونغ كان بحال الكوبرا السامه كيتسنى الفرصه المناسبه باش ينقض على الملكه سوهو. كل نهار كان كيجمع حوله مجموعه من الناس الخبيثين بحاله واللي عندهم حتى هما مصالح، كيخطط معهم كيفاش يطيحوا الملكه من الحكم. ولكن سوهو كانت ذكية بزاف، وكل خطة كانوا كيديروها كتكتشفها في الحين. واحد النهار كانت مناسبة كبيرة في المملكة، وكان خاصة الملكة سوهو توجد حفل كبير للقادة ديال القبائل المجاورة باش يوطدوا العلاقات. ولكن اللي ما كانتش عارفاه أن الحفلة كانت فرصة لعدوها جونغ. في هاد الليلة الوزير الخبيث قرر يدير أكبر مكيدة لسوهو، قرر يتهم الملكة بالخيانة ضد المملكة، وقال بأن عنده أدلة بأنها كتآمر مع الجيران ديال المملكة اللي هما أعداء باش تبيعهم الأراضي مقابل الذهب. جونغ استغل الحفل باش يدير خطة محكمة. في وسط الحفل جونغ وقف قدام الجميع وقال بصوت عالي: الشعب ديال المملكة عنده الحق يعرف الحقيقة، الملكة ديالنا كتآمر علينا. الناس في البداية كانوا غير مصدومين ومستغربين، كيفاش ملكتهم اللي عمرهم ما عرفوا عليها غير الخير غادي تقدر تخونهم؟ ولكن جونغ كان محضر الأدلة المزورة ورشة الشهود باش يشهدوا ضدها. حتى القادة اللي كانوا حاضرين في الحدث بداو كيصدقوا بهاد المؤامرة. الملكة سوهو حاولت تدافع على راسها، حكت لهم الحقيقة وقالت لهم بأن هادشي كله كذوب، ولكن كل كلمة كانت كتخرج من فمها جونغ كان كيقلبها ضدها. كان بحال اللي باغي يدفن الحقيقة بالأكاذيب. حلفاء الملكة بدوا كيتراجعوا وما بقوش كيساندوها خوفا من الانتقام ديال الوزير الا تمكن من انه ياخذ الحكم. المشكلة انه حتى اقرب الناس ليها بدوا كيشكوا فيها. سوهو شافت الظلم بعينيها. في النهاية الوزير جونغ انتصر بالمكيدة ديالو الخبيثة، حكموا على الملكة سوهو بالاعدام قدام نفس الشعب اللي كان كيبغيها وكيقدسها. في النهار ديال التنفيذ سوهو كانت كتمشى نحو المصير ديالها قلب اللي كان مكسور ولكن براس مرفوع. كانت عارفة أن الظلم ديما كيغلب في هاد الدنيا، ولكن حتى الموت ما غيقدرش يسكت الحقيقة. في آخر لحظاتها الملكة سوهو دعت دعوة قوية، قالت بصوت سمعوه الجميع: أنا اليوم غنموت مظلومة، ولكن روحي غادي تبقى في هاد الدنيا
باش تنصف كل مظلوم، وكل واحد ظلمني غيجي النهار اللي غيتعاقب فيه. من بعد الاعدام ديالها الحياه في المملكه ما بقاتش كما كانت، الشعب بدا كيعاني والناس اللي وقفوا ضد سوهو بداو كيتساقطوا واحد بواحد في ظروف اللي كانت غامضه. كانوا كيقولوا بان الروح ديال الملكه سوهو رجعت، ولكن ما رجعتش كملكه عادله، رجعت كروح انتقاميه كتقلب على كل واحد ظلم وكتصفيها ليه باش تنصف المظلومين. الاسطوره ديال سوهو بقات محفوره في الذاكره ديال الناس، وكانوا ديما كيقولوا اللي دار الظلم راه روح سوهو ما غتسكتش ليه. بعد ما تم اعدام الملكه سوهو تحولت روحها الى شبح انتقامي، ولكن كانت عارفه مزيان الاهداف ديالها واللي هما تحقيق العداله للمظلومين وانها تنتقم من الظالمين. ولكن بالرغم من انها كانت كتساعد الناس المظلومين، كانت كتعاقب اي واحد كيحاول يكشف الوجود ديالها. واحد الفلاح سميتو مينج تعرض للظلم من طرف واحد الغني اللي سرق ليه جميع الاموال ديالو والاراضي ديالو. كان مينج كيبكي كل ليله وكيشكي للحياه على الظلم اللي تعرض ليه. فواحد الليله بينما كان كيبكي شاف واحد الضو خفيف وبان ليه الشبح ديال الملكه سوهو. الملكه سوهو قالت ليه بصوت عميق: انا سوهو ملكتك السابقه، سمعتك كتشكي من الظلم وغادي نساعدك باش ترجع حقك، ولكن خصك تعرف ان اي واحد كيحاول يحكي على المساعده ديالي ليه غادي يتعرض للعقاب. مينج كان مصدوم ولكن فرحان. الملكه عطاته نصائح كيفاش انه يسترجع الحق ديالو، ودوزت على اللي ظلموه الدكاكه. فمن بعد ما مشات بدا مينج كيستعمل النصائح وقدر يرجع الاموال ديالو والاراضي ديالو. الناس اللي ظلموه كما قلت بداو كيتعرضوا لكوارث كثيره، بحيث كانوا كيواجهوا مشاكل متتاليه في حياتهم. واحد الرجل ديال الاعمال كان كيسرق الفلوس ديال الناس وكان كيعيش في رفاهيه كبيره. فواحد الليله جاتو الملكه سوهو في المنام وطلبت منه يرجع الفلوس للناس المظلومين اللي بسببه طاحوا في مشاكل كثيره. ولكن الراجل تجاهل الامر وبدا كيتعرض لمشاكل صحيه وماليه. الملكه سوهو كانت كتسبب ليه في عذاب مستمر، حتى بدا كيحس بالجنون وكيعيش حياه جحيميه. حتى لواحد النهار فاش غيتلقى ميت بطريقه فظيعه وسط الشارع، وعمرهم قدروا يعرفوا شكون صاحب الفعله ولا شكون صفها ليه. واحد الفتاه سميتها جيون تعرضت للظلم من طرف العائله ديالها الغنيه. الملكه سوهو ظهرت لها في الحلم وقالت لها كيفاش تواجه الظلم وتسترجع الحقوق ديالها. من بعد ما غادرت الملكه، جيون استعملت النصائح وبدات كتكشف فساد العائله الغنيه اللي كانوا ظلموها وخذوا ليها فلوسها والحقوق ديالها، وكانوا كامل الناس كيوقفوا معاها ورجعت حقها في كل شيء. ولكن ديك العائله الغنيه اللي كانت ظالماها تعرضت لمشاكل كبيره. مع مرور الوقت بنت الملكة سوهو العديد من الناس اللي كانوا تهما مظلومين، كل واحد منهم كان كيعاني من ظلم في شكل، وكانوا كيحلموا بالملكة سوهو جاية تعطيهم القوة والعدل. الملكة كانت كتبان ليهم وكتساعدهم بطرق مختلفة من خلال الأحلام أو الإرشادات أو النصائح، ولكن كانت ديما كتحذرهم من التحدث على المساعدة ديالها ليهم، وإلا غتوقع شي حاجة هما ما باغينهاش. وكانت الملكة سوهو كتعاقب أي واحد حاول أنه يفضحها. فمثلا واحد من الناس اللي ساعدتهم الملكة كان سميتو رينو، حاول يحكي للناس على وجود الملكة. بدا كيتعرض لمشاكل كثيرة بحيث فقد العمل ديالو والصحة ديالو ما بقاتش. الملكة سوهو كانت كتظهر ليه في الأحلام وتسبب ليه كوابيس مستمرة، حتى مات بطريقة غامضة. حاولوا مجموعة ديال الناس أنهم يهضروا على هاد الملكة اللي سميتها سوهو، ولكن كل واحد منهم كان كيتعرض لعقوبات صارمة. الملكة كانت كتعطي الأمل للمظلومين، ولكن كانت كتحافظ على السر ديالها بقوة. الناس كانوا كيحترموها كرمز للعدالة، ولكنهم كانوا كيعرفوا بأن أي واحد حاول أنه يفضحها غادي يواجه عقاب صارم. هاد الأسطورة بقت حية حتى اليوم، وكيتقال أن الملكة سوهو مازالت لدابا كتمشي عند الناس المظلومين اللي كيكونوا كيبكوا بوحدهم في الليل وكتساعدهم في الصمت. ايوا هنا عاودت لكم القصه ديالها، الله يحفظ لما جاتني سوهو لما جاتني سوهو هاد الليله. المهم غير كنضحك، هذه راه مجرد اسطوره، واكيد اكيد واكيد وميت اكيد انها ماشي حقيقيه، مجرد قصه خياليه. الحكم كيبقى لله عز وجل، هو اللي كيعاقب الظالمين وكيجازي الصابرين. اما هادشي مجرد خرافات كانوا كيتيقوا بها الناس اللي ما فاهمينش الحياه الدنيا. فهنا كيكون سال الفيديو ديالنا. عارفه بلي تعطلت عليكم شويه باش ننزل، ولكن صبروا عليا.
وبغيت نسولكم بما ان القرايه بدات، معش لقيته اللي تبغوني ننزل فيها فيديوهات، لقيته اللي كتكونوا فيها مسالين، كتبوا لي لتحت غنزل نقرا دابا التعليق ديالكم كاملين ونجاوبكم كاملين. وباي باي.